مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم الواقع هو هذا. سعيدة بلقائكم وسعيدة بالتواصل معكم والدردشة وإياكم. نتمنى أنكم تكونوا على خير وبخير فين ما كنتوا، ومرحبا بكم من جديد. دزنا تجربة اللي كانت ماشي سهلة، واللي هي التجربة ديال كوفيد 19 أو لا كورونا. تفاجئنا ما بين ليلة وضحاها بواحد الفيروس اللي وقف مسار الحياة. الكل ولا خايف من الكل، الكل واخد الاحتياطات ديالو بالكل، ردي البال، وخاصنا نحترم شروط الاحترازية. اضطرينا في مرحلة نجلسو في ديورنا، اضطرينا في مرحلة أنه نتحرك ولكن بخوف كبير، وعشنا مراحل اللي كانت صعيبة على المستوى النفسي. لكن الحمد لله الانفراجات ظهرت ملي تم الإفصاح عن بطبيعة الحال وجود أو البحث بشكل مضني عن اللقاح، ووجود لحظات أو نفحات من الأمل اللي كتبشر بأنه اللقاح قريب. ثم جات المرحلة من بعد اللي بدأ المغرب الحمد لله من ضمن الدول الأولى اللي توصل بالجرعات ديال اللقاح. أثناء هذه المرحلة هذه كانت أسئلة كثيرة طرحات وإشاعات كثيرة خرجت، واليوم حنا كنعيش الأسبوع الثالث التلقيح بطبيعة الحال، ولأكيد أنه خلاله كانت مجموعة من الأمور اللي يمكننا اليوم نوقف عليها ونفسروها ونقرب الناس من الرؤية حول هذا الموضوع. لهذا الغرض حاضرة معنا ومشرفنا الدكتورة نزهة نظيف، طبيبة رئيسية بالمركز الصحي قرية الجامعة بن مسيك، والطبيبة المشرفة على نقطة التلقيح بالقاعة المغطاة الجوادي. مرحبا بك دكتورة نزهة. شكرا، أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. سعيدة جدا بهذا اللقاء هذا، وشكرا لك على هذا الوقت اللي عطيتينا، وايضا التوضيحات اللي غتفيدي بها المتابعين ديال البرنامج. بداية دكتورة نزهة، طرحت أسئلة كثيرة حول طبيعة اللقاح اللي جا المغرب، والمصدر ديال هذا اللقاح اللي جا المغرب، والجزء اللي غيجي من الهند، والجزء اللي غيجي من الصين، وشكون اللي غيتلقح بالهند، وشكون اللي غيتلقح باللقاح ديال الصين. بقات كتطرح أسئلة كثيرة. إذا كان ممكن أنك تقربينا من الصورة بداية باش نزيدو ونقدروا نتكلموا بطبيعة الحال على مسار اللقاح في المملكة المغربية. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. هو بالنسبة للقاحين، كاين لجنة علمية اللي مكلفة لدراسات اللقاحين، وتم المصادقة عليهم بجوج، وهما يلي اللقاحين اللي كيمكن حنايا عندنا بالنسبة للتبريد وبالنسبة لكيفاش يتنقل وكيفاش هذا اللي كيستجيب المعايير اللي عندنا في المغرب. نعم، شنو هو الفرق ما بين اللقاحين ربما، ولا شنو هو يعني المبدا اللي غيمشيو عليه النقاط ديال التلقيح؟ مثلا هذا اللقاح ديال الصين شكون غيتلقح به، وديال الهند تحت الاشراف البريطاني شكون غيتلقح به؟ هو ما كاينش واحد الفرق ما بين شكون غيتلقح بهذا وبهذا، غير على حساب الكميه اللي تتوصل واللي موجوده. اللي غيتلقح باللقاح استرازينيكا اللي خاصو اللي ياخذ الجرعه الاولى ياخذ الجرعه الثانيه من نفس اللقاح، وبنفس الوقت بالنسبه للسينوفارم هي المهم راه النجاح ان شاء الله بجوجهم مزيانين، غير غادي اللي غيتلقح بهذا اللقاح خاصو الجرعه الثانيه يكون نفس اللقاح، والفرق غير ما بين المده الزمنيه ما بين الجرعه الاولى والجرعه الثانيه في اللقاحين. نعم، المده الزمنيه دكتوره نجا دكتورة نزهة، شحال هي المدة الزمنية عفوا؟ بالنسبة لأسترازينيكا 28 يوم ما بين الجرعة الأولى والثانية، وبالنسبة للسينوفارم 21 يوم ما بين الجرعة الأولى والثانية. نعم، إذا كاين اللقاح اللي الجرعة غادي تكون على 27 يوم، وكاين اللي غتكون على 28 يوم، وكاين اللي غتكون على 21 يوم. وي هادشي اللي كاين. دكتورة نزهة، دابا كانت الأولوية بطبيعة الحال الناس اللي راهم في الصفوف الأمامية، يعني من الأطباء، الأمنيين، رجال ونساء التعليم، والناس اللي أكثر من 75 سنة. بطبيعة الحال هاد 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 الأسبقية لهاد الفئات هذه خلت بعض الناس يطرحوا أسئلة، وأحيانا كيقول لك وربما كاين تخوف من هاد اللقاح هذا. فشنو هو الجواب يعني الطبي اللي يمكن انك توجهيه للناس اللي كيتكلموا او الشائعات اللي كتخرج حول اللقاح؟
هو ما كاينش تخوف، غير هما يا باش تكون الناس اللي تصفوا في الاماميه بطبيعه الحال عندهم الاولويه، لان هما يا اللي خصنا نحميوهم باش هما اللي تيقوموا بالرعايات والسهر على المرضى، لا بالنسبه للاطر الصحيه لا بالنسبه للسلطات، وكذلك رجال التعليم، وحيث هذه الفئات اللي هما تيكونوا عندهم الكونتاكت مع الناس بزاف، الاتصال بالناس كثر. بالنسبه للاطر الصحيه كيكون عندهم اتصال بالمرضى، عندهم اتصال اللي تيكونوا في وضعيه هشاشه بالنسبه للصحه ديالهم. السلطات كيفشفنا راه هما هي اللي ملي بدات الجائحه وتا هما اللي واقفين بالنسبه للنظام وبالنسبه في الشوارع. ورجال التعليم بطبيعه الحال لانهم تا هما تيكونوا في اتصال مع المتعلمين مع المتمدرسين، اذا خصنا نحميو هاد الفئات اللي هي الاولى. وبالنسبه للمسنين اكثر من 75 عام لانهم هي اللي تيكونوا في الغالب تيكونوا الناس اللي صحتهم هشه وتتكون عندهم امراض مزمنه، اذا كيخصنا نحميوهم باش لا قدر الله تصابوا بالمرض يكون خفيف عليهم، وباش تكون عندهم واحد المناعه باش ما تكون عندهم واحد النوع ديال التحصين ضد المرض. ومن بعد ان شاء الله غادي اللحم غادي هذا غادي تلقحوا حتى الناس اخرين، راه هي اللقاح ان شاء الله راه غيكون ابتداء من 17 عام الفوق، هي كتكون فئه فئه. نعم يعني هي جايه راه مازال جايه، يعني الا بغينا نقولوا طلبيات ديال اللقاح راه مازال غتدخل المغرب بطبيعه الحال في الاسابيع اللي جايه، غتجي الاسر بتبرج ان شاء الله، حتى الحمله باقا مستمره. طبيعة الحال بالنسبة لك يعني دكتورة نزهة تكلمتي على واحد النقطة مهمة، وهي بالنسبة مثلا الناس المتقدمين في السن وكانت عندهم أعراض مزمنة، يعني كانت عندهم الأولوية في اللقاح، والناس طبيعة الحال ديال الصفوف الأمامية، وهنا كنطرحوا أسئلة بالنسبة للناس اللي عندها مشاكل صحية، واش ما كاينش تأثير من جانب اللقاح؟ واش ما غتكونش ربما مضاعفات تظهر على ناس اللي مثلا ما عندهمش كاع امراض مزمنه، ولكن من الناس اللي تلقحوا في الاول مع اللقاح؟ حنا تنعرفوا بان الفاكسان بصفه عامه اي فاكسان درناها ممكن تعطينا مضاعفات، كتعطي شويه سخانه، كتعطي هذا الشيء الطبيعي والعادي. واش كاينه شي اشارات معينه اللي كتفصل شريحه عن شريحه؟ هي كيف قلتي جميع اللقاحات كيمكن تكون عندهم اعراض جانبيه، حنا دابا في الاسبوع الثالث لحد الان الحمد لله ما عندناش شي شكايات، وما بانتش الناس اللي لقحنا ما جات حتى حد رجع قال لنا بان عنده شي اعراض اللي هي صعيبه. كاين بعض الاحيان كتكون موضعيه، مثلا شويه الحميره ولا شويه الالم في مكان الوخز، وهذه الشيء اللي لاحظنا لحد الان، وشويه ديال السخانه عند بعض الناس، مي الحمد لله لحد الان ما كاينش عندنا شي اعراض جانبيه اللي هي صعيبه ولا ما جاتناش شي شكايات لحد الان. دكتوره نزهه كاينه اشاعات كثيره اللي راجت واللي خلات بعض الناس يتخوفوا، وحنا اليوم باش نجاوبوا على هذه الاسئله، كاين البعض اللي قال بانه هذا اللقاح ممكن انه يتسبب في العقم عند النساء، وممكن انه يتسبب في مشاكل عند الرجال الى غير ذلك، الشيء اللي خلى الناس بداو كيطرحوا بعض الاسئله. فاحنا من هذا اللقاء هذا نبغيو نوضحوا الصوره باش الناس تفهم بانه راه هذه هي الطريق الوحيد والسبيل الوحيد باش يمكن اننا نتغلبوا على الجائحه اللي بقات معنا ازيد من سنه، راه ما بقى والو باش يدور العام كيف ما تنقولوا على الحجر الصحي اللي عرفوا المغرب بطبيعه الحال. هو كيف قلتي هذا الشيء كله اشاعات، والواحد ياخذ المعلومه من المصدر الصحيح. كاين اللي جاني علميه اللي درسوا اللقاح وهذا على مستوى عالمي، واللي جاني علميه اللي عندنا في بلادنا اللي هم محليين الحمد لله اللي عطاو المصادقه، وكل ما تعطاتش المصادقه على اللقاح ما غاديش يدخل ما غاديش نباشروا العمليه. نعم هو يعني لنزهه راه ربما الاسئله كثيره اللي طرحت في هذا الباب هذا حول مسار اللقاح، واكيد ان هذه الحمله هذه فهي حمله كبيره واللي هي تحت الاشراف المباشر لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله وايده، واللي كان اول الناس اللي خداو الجرعه ديال اللقاح بطبيعه الحال، واللي زادت من الثقه ديال الناس في اللقاح، لانه هذاك المشهد غيبقى مشهد اللي مرسخ تاريخيا وانسانيا كونه قائد المملكه بطبيعه الحال، فبالتالي كان خير مثال للشعب باش يمكن انه تزرع الثقه اكثر. ولكن
في نفس الاتجاه بقاو بعض يعني الاشاعات كتقال اللي المفروض انه يكون عندها جواب طبي ومنطقي مباشر بطبيعه الحال باش الناس تفهم بانه ما كاينش سبيل من غير هذا. من مراه مباشره تم انطلاق الحمله. الحمله بطبيعه الحال عرفات مجموعه من الترتيبات ومجموعه من الاجراءات. نبغيو دكتوره نزهه انك تقربينا منها اكثر وكيفاش كتتم العمليه وكيفاش يعني كيتم التواصل مع الناس ومع يعني وكيفاش كيتم تنسيق المواعيد ديال الناس. هي كيف قلتي من بعد ما عطى جلاله الملك نصره الله انطلاق الحمله مباشره من بعدها بدينا في العمليه. العملية بالنسبة للناس اللي هما كتهمهم الفئة المستهدفة اللي هما النساء التعليم والسلطة والصحة. بالنسبة للناس ديال الصحة اللي تتجاوز أعمارهم 40 سنة، الناس ديال التعليم والناس السلطة اللي أعمارهم 45 سنة فما فوق، وعامة الناس بدينا دابا بالفئة اللي 75 سنة فما فوق. الترتيبات هي باش كاينه شراكه ما بين السلطات المحليه وما بين الاطر الصحيه وكذلك الهلال الاحمر، لان بتضافر جهود الجميع باش الحمد لله الحمله منظمه وغاديه في واخده مسار صحيح، لان كاين بالنسبه للناس فوق 75 سنه كاين لوائح اللي هي مدرجه مسبقا، والناس اللي عندهم المواعيد ديالهم كيجيو في المواعيد. والحمد لله كاين يمكن الى زرتوا نقطه التلقيح غادي تلاحظوا بان المسار مرسوم من الاول كيفاش كيكون الاستقبال كيفاش كيدوز باش يتسجل باش تاخذوا البيانات ديالهم، ومن بعد كتكون نقطه يدخلوا نقطه اللقاح باش ياخذوا التلقيح ديالهم، وبعد ذلك كيجلسوا في غرفة انتظار الملاحظة مدة 15 دقيقة باش نشوفوا لا تكون شي أعراض جانبية مباشرة بعد التلقيح. نعم والحمد لله العملية سلسة ومستمرة، ونهار على نهار الحمد لله كنلاحظوا بأن كاين الإقبال وبأن العدد كيزاد يوم على يوم. دكتوره نزهه فقط للاشاره باش نذكروا بانه راه المغاربه كلهم مقيدين، يعني ملي كنبعثوا بالرساله ديال 17 فقط باش كيتعين لنا المكان اللي غنمشيو ليه باش ناخذوا التلقيح ديالنا الا كنا فوق 75 سنه او كنا من الناس ديال الصفوف الاماميه. سينو ملي كنتقيد يعني ملي كنكونسلتيو ماشي كنتقيدوا فقط، حنا غير كنطالعوا فين عندنا بالضبط المركز وفين غادي يكون التلقيح بطبيعه الحال، وكتسنى الموعد ديالك حتى تجي المده اولا تجي يجي الموعد ديالك. انا حاولت انني نقوم بنفس العمليه فقيدت الاسره ديالي، انا الجده ديالي اللي كيفوق السن ديالها 75 سنه، وبالتالي تبين بان هي عندها موعد بطبيعة الحال باش دير اللقاح. حنا مازال ما وصلناش ل 75 سنه، مازال شي شويه، وبطبيعه الحال الناس اللي هما يا فوق السن ديالهم اولا الناس اللي الصفوف الاماميه اللي يسبق ذكرتيهم دكتوره نزهه. هي فقط للاشاره بالنسبه للناس اللي بغاو يطالعوا على الموعد ديالهم اولا يعرفوا مركز اللقاح، كنصيفطوا اس ام اس 1717 بالرقم البطاقه الوطنيه. الا كانت عندنا معلومات اللي خاصها تغيير مثلا بحال العنوان باقي ما بدلتيش فيها كارت ناسيونال وانت مبدل السكنه ديالك، يمكن لك تدخل بطبيعه الحال في لو سيت ديال لقاح كورونا بوينما. هذا لو سيت هذا اللي كتدخل المعلومات ديالك العام كلها هي وكتصحح المعلومات ديالك، وبطبيعه الحال كيعطيوك المركز بالضبط اللي غادي تمشي ليه فاش توصل النوبه. يعني الامور غادا كلها بواحد السلاسه وبواحد بواحد الترتيبيه اللي هي صحيحه. هذا الشيء من شأنه أنه نطرح سؤال آخر لنزهة على منطق يعني النظام أو التنظيم. واش الناس ملي كتجي بطبيعة الحال قبل من الموعد ديالها كيكون واحد الفرق مثلا ديال باش واحد ما كيتلاقاش مع واحد، واش دائما كنحافظوا على مسافة الأمان كيف ما هي، على شروط الاحتراز ديال بطبيعة الحال من حيث تعقيم اليد وضع الكمامة إلى غير ذلك، لأنه كاين بعض الناس ربما صافي تيقول لك دابا جا اللقاح علاش نبقاو حنا دايرين هذا الشيء؟ لا، وهي الاجراءات الصحيه والاجراءات الاحترازيه لا بد منها، لا في الوقت ديال في المكان ديال اللقاح كاين احترام ديال المسافه ديال التباعد، كاين الكمامات اللي جا ما عندوش كمامه كنعطيوها عندنا متوفرين،
كاين كيف قلت لك التنظيم بمساعدة المتطوعين ديال الهلال الأحمر والسلطات، كينظموا الناس كيدخلوا بعدد بعدد، والقاعات مثلا كبيرة اللي كتسمح بأن تكونوا قاسين متباعدين. وهي واخا بدا اللقاح دائما خاص نبقاو محافظين على هذه الإجراءات الاحترازية، لأن ماشي بدا اللقاح معناه أن الوباء غادي تعلى. دابا اللقاح يلاه باش غتبدا ان شاء الله باش نكتسبوا المناعه، ما غتكون اول جرعه، يعني كي خاص غنديو الجرعه الاولى وغنستناو الجرعه الثانيه. وثانيا بان دابا حنا كيف دابا حنا بعدين في اب فئه، يعني ماشي كلشي الناس غادي ياخذوا اللقاح ديالهم في نوم. اذا واخا مثلا انا تلقحت ماشي معنى انا صافي راني ما بقيتش غادي نمرض ولا ما بقيتش غادي نتعدى. دائما خاص نحترم الاجراءات الاحترازيه، لان باقي كيف قلت لك باقي المناعه ما تكتسب شويه بشويه، وباقي ملي غادي يولي ان شاء الله العدد كبير اللي واحد ملي نوصل واحد النسبه ديال الناس اللي متلقحين، هذيك الساعه ان شاء الله المناعه غادي تكون، وغادي ان شاء الله نبداو ننتصروا على الوباء ان شاء الله ونحاربه باذن الله ان شاء الله باذن الله. اذا هنا دكتوره نزهه، يعني ماشي معنى انه درنا اللقاح صافي راه كما كنقولوا راه حنا منعتنا سليمه وممكن انها تواجه المرض بطبيعه الحال، ونحيدوا الكمامه وما عندناش مشكل ونرجعوا لحياتنا عادي. الا ما وصلناش للتلقيح الجماعي، يعني 80% من المغاربه يكونوا ملقحين ضد الفيروس، خاصنا نبقاو نديروا الاجراءات ديالنا والاحترازات ديالنا من خلال التباعد الاجتماعي، تعقيم اليدين، وبطبيعه الحال وضع الكمامه. نعم، نكونوا 80% ملقحين وملقحين بالجرعه الاولى والثانيه. يعني حتى الناس اللي كيتلقحوا دابا على ثاني مره ديال الاصابه بالفيروس، وقد تكون يعني الاصابه خطيره. ممكن، لان دائما خاص من بعد الجرعه الاولى بعد واحد المده كنكتسبوا شويه المناعه، ولكن باش تكون المناعه باش يكمل التحصيل خاص الجرعه الثانيه حتى هي. ولا بد من الجرعه كاين بجوج. نعم، هنا يعني دكتوره نزهه بطبيعه الحال وانت كتكلمي على هاد الامور هذه اللي كتخص هذا الجانب هذا، حنا دابا كنلاحظوا بان كاين تراجع في عدد الاصابات، الحمد لله الارقام شي شويه تطمئن الخاطر، ولكن حتى الناس في تفاعلهم مع هاد الارقام هذا بداو كيقولوا، كاين من الناس في الشارع اللي تيقول لك وصافي ما بقاتش كورونا، ما كاينش مشكل، صافي الامور هي غادي تحل الى غير ذلك. شنو هي الرساله الطبيه اللي يمكن انك توجهيها لهاد الشريحه هذه اللي ملي كتشوف تراجع الارقام وكتشوف الحمله ديال اللقاح نسات بلي باقي الفيروس؟ هي الحمد لله كاين تراجع في الارقام، الحمد لله كاين تراجع حتى في الوفيات، والحمله ديال التلقيح هي انطلقت الحمد لله. هذه كنا الحمد لله كيف من محظوظين ان من البلاد ديالنا من الاوائل اللي استفدوا من اللقاح، ولكن هذا ماشي معنى ان نهايه الجائحه، هذا ما دائما خاص دائما نحترموا الاجراءات الاحترازيه، دائما تبقى النظافه، دائما التباعد، كمامة، لان راه الفيروس باقي كيدور، وباقي الناس اللي كيمكن يكونوا مصابين وما عارفينش راسهم غادي تنتقل العدوى لناس اخرين. اذا دائما خص احترام الاجراءات الاحترازيه والاجراءات الصحيه. وكننشجع الناس ونهيبوا بانهم يمشيو للفئات اللي العمريه اللي مستهدفه يمشيو باش ياخذوا اللقاح ديالهم. الحمد لله اللقاح ما عندهم علاش يخافوا، لان كاين لجان علميه اللي سهرات على اللقاح وصادقوا عليه الحمد لله، وخير مثال ان صاحب جلاله ناصر الله هو اول من خذ اللقاح ديالو. اذا هذا بالنسبه لنا واجب، لان ملي غنحمي نفسي غادي نحمي غيري، وملي غادي نحمي هذا نحمي كنا نتحموا غادي نحمي بلادنا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. دكتورة، شكون هما الناس اللي ما يمكنش يديروا اللقاح دابا؟ الناس اللي كيشوا اللقاح هما نعم بصفة عامة، فقط غير الناس المستهدفين في هذه المرحلة الأولى. هما الناس اللي مثلا عندهم حساسية للقاح، مثلا الواحد اللقاح اللي بنفس الفصيلة، ولا الناس اللي عندهم بعض الأمراض مثلا اللي عندهم المناعة ناقصة، او لا هادو كنكون استشارات ديال الطبيب ديالهم المعالج، هو يا اما كيعطيهم الموافقه باش يلقحوا، ولا كيقول لهم ما كيخصش ياخذوا اللقاح. هي دائما كتكون استشاره طبيه،
ونيت في نفس في نقاط اللقاح كاينين الاطباء اللي حتى يشوفوا الحاله الصحيه ديال كل واحد، كيشوفوا اشنو الامراض اللي كيتبعوا ليها واشنو نوع الادويه اللي كيتبعوا ليها، عاد كيعطيوهم الموافقه باش ياخذوا اللقاح ديالهم. نعم، بالنسبة للنساء الحوامل واش ممكن أنهم ياخذوا اللقاح؟ لا، النساء الحوامل والنساء المرضعات ما ياخذوش هذا اللقاح. هذه قاعدة عامة كنظن دكتورة نزار، هذه قاعدة عامة في جميع اللقاحات. لا، ماشي في جميع اللقاحات، هذا اللقاح هذا دابا ديال كورونا، كاين اللقاحات اللي كيخصهم ديرهم للمرأة الحامل، اللقاحات اللي كان خاصها ديرهم في فترة الحمل بالنسبة للحماية باش حمايتها وحماية الجنين، ماشي هذا اللقاح هذا ديال كورونا. نعم دكتور. من هنا يعني دكتورة نزهة، فهاد يعني التفسيرات كلها، انا الذهن ديالي يعني متزاحم بالاسئله، لانه كنشوفوا في المحيط ديالنا كثير من الاسئله، لانه للاسف كاين الناس اللي واعيين بخطوره الموقف اللي عشناه وعاشوا العالم، واعيين بانه اليوم هي مواجهه انسانيه باش نتغلبوا على هذه الجائحه هذه، وكاين بعض الناس الله يسامح لهم يكثرون من الشائعات، ونوعا ما كيخلقوا واحد يعني لا بغينا نقولوا واحد تشويش في العقول ديال الناس، وكيطرح تخوف، وربما تي كنشاهدوه في تعاملنا مع الناس او في تواصلنا مع الناس للاسف، وهذا الشيء علاش خصنا نوضحوا ما امكن. فيما يخص التجربه ديال اللقاح، فبعد الحال حنا غاديين على مراحل غتعمم غتوصل لفئات اللي هي كثيره، اللي اكثر من 17 عام بطبيعه الحال مسموح له انه يتلقاه، وهذه المسائل غتكون على الاشهر اللي جايه حتى نوصلوا 80% من المغاربه واخدين اللقاح ديالهم. فهاد المرحله هذه شنو هي ربما الصعوبات الطبيه اللي اللجنه العلميه واللي الاطباء المشرفين كيشوفوها بلي ممكن تطرح في هذه المرحله القادمه؟ هي أول حاجة خصنا نحاربو هذيك الإشاعات غير صحيحة، وكثير هذيك الإشاعات اللي تتكون على المواقع الاجتماعية، والأحسن الواحد ما يكثرش يبقى شوف دخل هذا الموقع دخل هذا الموقع دخل، كاين الناس الأخصائيين اللي كيعطيو المعلومة الصحيحة، ودابا كاين برامج تلفزيون اللي كيكون كيستضيفوا الاخصائيين اللي كيشرحوا اللي كيجاوبوا على الاسئله، اذا الواحد ما عنده علاش يبقى يقلب على الاشاعات، وهي الاشاعات كتكون في جميع الميادين ماشي غير في اللقاح، اذا الواحد دائما يقلب دائما الواحد يشوف المصدر الصحيح. اكيد اكيد. دكتوره بطبيعه الحال كاين الناس اللي متعودين كل سنه كيديروا الفاكسان ديال لاغريب، هاد السنة تعطلات شي شوية الفاكسان ديال لاغريب، كانت نقاشات كثيرة حول الفاكسان، ولكن من بعد الناس دارت الفاكسان ديالها. الناس اللي داروها واش يمكن لهم انهم يديروا اللقاح ضد كوفيد، ولا خاصهم يتسناو، ولا ما كاينش اشكال ما بين اللقاحات بزوج، ولا وضحي لنا الصورة في هذا الجانب؟ هو الناس اللي داروا اللقاح ديال لاكريب يمكن لهم يديروا اللقاح ديال كوفيد، كيخص غير واحد المده الزمنيه ما بين اللقاحين اللي كتكون على الاقل اسبوعين، مي الا كان خد اللقاح ديالو فات اسبوعين يدير اللقاح ديال كوفيد. ودابا الاغلبيه الناس من خلال التجربه اللي شفنا حنا دابا فاش بدينا اللقاح، اغلبيه الناس داروا اللقاح ديال لاكريب في نوفمبر، يعني دابا المده كافيه باش يديروا اللقاح ديالهم. وربما يعني حسب التفسير الطبي بانه الفاكسان ديال لاغريب كان فيه واحد النوع من التعديل الايجابي، هادشي علاش ربما تاخرت واحد المرحله، فهاد المساله هادي ما عندهاش تعارض نهائيا مع الفاكسان ديال كوفيد. لا، ما كاينش تعارض ما بين اللقاحين. ايضا من شق اخر دكتور نزهه، شنو هي ربما الاعراض اللي ممكن تظهر كأعراض يعني جانبية اللي انتم كتصنفوها اللي كتستدعي المراقبة من بعد اللقاح، اللي كتستدعي المراقبة والتتبع الطبي من بعد اللقاح؟ هي الأعراض الجانبية كيف قلت لك اللي هي مشتركة ما بين كاع اللقاحات، يعني ما كاينش عاد اللقاح ديال كوفيد. نعم، ما كايناش شي عرض، ما كاينش شي عرض استثنائي مع اللقاح ديال كوفيد، يعني شبيهة بجميع الأعراض. وي، هي اعراض اللي كيمكن تنتج على جميع اللقاحات،
يمكن تكون شويه ديال هذا اعراض جانبيه اللي موضعيه كحميره كشويه انتفاخ ولا الشعور بالالم في مكان ديال الابره، او لا كتكون يمكن تكون شويه ارتفاع الحراره شويه الام الراس، وهذه اعراض جانبيه اللي يمكن تكون مع اي لقاح. نعم دكتور نزار، يعني ملي كنتكلموا على الحمله بصفه عامه كاين واحد الجانب طبعا الحال اللي ما غيبناش وما غنغيبوش خلال التجربه اللي عشناها، واللي هو الجانب النفسي اللي لعب واحد الدور كبير، حتى في انه بعض الناس ربما عاشوا الاعراض ديال كوفيد نفسيا، ما جاهمش الفيروس ولكن جاتهم هذه الاعراض نفسيا. بالنسبه لك يعني دكتور نزهه، من بعد هاد الانفراج هذا اللي اكيد انه انعكس على النفسيه ديال الناس، كيفاش نقدروا نزيدوا نطمئنوا الناس اكثر ونعاونوا الناس على انها تستقر نفسيا، خاصه انه شويه الضرر كان جسيم في هذه المرحله اللي عشناها؟ وهي دزنا مرحله صعيبه اللي بطبيعه الحال الحاله النفسيه تاثرت بالنسبه لواحد المرض اللي هو جديد وبالهول ديالو والانتشار ديالو، وثاني هذاك الحجر الصحي الناس اللي كانوا تحبسوا في الاول ما مولفينش، كاين الناس اللي مولفين يخرجوا مولف تحبسوا، يعني الحاله النفسيه ولا بدات اثرات. دابا الحمد لله طمنوهم ان دابا اللقاح ملي بدا ان شاء الله الحمله ملي غيتلقحوا الناس غادي العدوى غادي تنقص، وملي غادي تولي واحد المناعه جماعيه غادي يكون واحد النوع ديال التحصين ضد الوباء. اذا الحمد لله غادي ما يبقى شيء، ما العدوى بعدا غادي تحد ملي يعاودوا الناس خذوا اللقاح ديالهم ما بقاش العدوى تنتشر بزاف، وشويه شويه ان شاء الله غادي الوباء كله ينضاتر ان شاء الله باذن الله. ولكن منها يعني دكتوره، بالنسبه لك التوقعات ديالكم يعني كاطباء حتى لين مازال غادي نستمروا بهذه الظرفيه هذه وبالاجراءات الاحترازيه وبغيرها بطبيعة الحال باش نتغلبوا على الوباء؟ حنا عارفين بلي التلقيح مازال غادي على اشهر، ولكن بالنسبه لكم الانفراجات الاولى غادي دينا حتى لين ان شاء الله باذن الله. غادي دينا حتى نكملوا الحمله التلقيح حتى يتلقحوا 80% ديال الساكنه، يعني ما كاينش شي مده او حيز زمني اللي هو مرسوم اليوم. والمده الزمنيه هي دابا حنا بادين، لان اللقاح بادي فئه، كاين الجرعه الاولى ديال هاد الجرعه الاولى دابا الفئه الاولى اللي خدات الجرعه الاولى، من بعد غادي تجي الجرعه الثانيه ديال هاد الفئه، عاوتاني الفئه الثانيه ثاني غادي ياخذوا الجرعه الاولى ديالهم الجرعه الثانيه. اذا المده الزمنيه حتى تسالي ان شاء الله الحمله ديال اللقاح، وان شاء الله نوصلوا 80% ديال الناس اللي ملقحين، وديك الساعه نرجعوا لحياتنا الطبيعيه ان شاء الله. اذا المساله مازال غتقدر تاخذ شهور شي شويه لقدام. ايوا شويه الصبر. هو دابا هي دابا الوباء هو دابا دوز عام، وان شاء الله بشويه الصبر باش نتغلبوا عليه بصفه نهائيه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله دكتور نزار. دكتور نزار، يعني انا كنشكرك بزاف على كاع هاد المعلومات اللي تقاسمتيها معنا وعلى كاع هاد الارشادات اللي وضحتيها، وربما انا كنت شويه سريعه في اسئلتي لانه كانت اسئله كثيره ديال الناس حول الموضوع، المحيطين بنا وتواصلنا مع الناس كان كيطرح مجموعه من 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 الاسئله. ربما يعني الانطلاقه اللي عطاها صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله واياده عطات واحد الثقه كبيره للمواطن المغربي في انه يقتنع باللقاح وبانه ضروره التلقيح باش نقدروا نرجعوا لحياتنا، باش نقدروا نعاودوا ندوروا العجله كيف ما تنقولوا، والناس اللي فقدت العمل ديالها ترجع تخدم، والناس اللي كتعاني من ازمه اقتصاديه ونفسيه تقدر ترجع عاوتاني مره اخرى للحياه، والانسانيه بصفه عامه يعني ترجع انها تمارس حياتها بشكل اللي هو طبيعي واللي توقفنا عليه الازيد من سنه بطبيعه الحال. ولكن هادشي ما كيمنعش بانه كاينه امور اللي كتشوش، كاينه امور اللي كتخوف الناس احيانا، كاينه امور اللي كتطرح فيها اسئله كثيره. انا كنشكرك بزاف لانه اعطيتينا هاد الفرصه باش توضحي لنا هاد الامور كلها. انا قبل ما نختم لقائي معك نبغي نخلي لك مساحه حره، شنو اللي ربما تبغي توصليه للمتلقين او للمتابعين واللي ما يمكن يكون ما جاش في الاسئله، احنا ربما الاسئله كتبقى هي عامه وشامله للوضع اللي كان يعيشوه، شنو هي يعني الرسائل اللي يمكن انك توجهها للمواطنين؟
الرساله الاولى ان نقول بعد الحمد لله اننا كنا من المحظوظين بان حكامه جلاله الملك والحكامه ديال اللجنه العلميه ديال بلادنا الحمد لله ان تمكنا بان نحصلوا على اللقاح من الاوائل، وان الحمله الحمد لله انطلقت بطريقه الحمد لله جيده وسلسه والحمد لله منظمه، والناس تكون عندهم الثقة في اللقاح، لأن كل ما كان اللقاح وكل ما العدد ديال الناس جا في الوقت وتلقح في الوقت كل ما غادي توقف انتشار العدوى، ومن بعد إن شاء الله كل ما غادي يتوقف الوباء بصفة نهائية ونرجعوا لحياتنا الطبيعية. ما ودابا دائما كنأكد ان احترام الاجراءات الاحترازيه، دائما التباعد والنظافه والكمامه، وان شاء الله ما كيف تنقولوا ما بقاش قد ما فات، ان شاء الله الفرج ان شاء الله جاي قريب ان شاء الله يا ربي. دكتوره، بالنسبه للناس اللي ربما الا فاتهم الموعد كيفاش يقدروا يتعاملوا؟ دائما هذيك ديال الرساله النصيه ديال 17 17، ويمكن تعطاهم موعد وكيداركوا باش يجيو ياخذوا الجرعه ديالهم. نعم نعم دكتوره نزهه، شكرا جزيلا لك، كان لقاء قصير معك ولكن مفيد جدا، كنشكرك بزاف على كل هذه المعلومات اللي تقاسمتيها معنا. الله يخطيك، وان شاء الله باذن الله نتلاقاو فرصه قريبه وفرصه سعيده ان شاء الله باذن الله اللي نكونوا قدرنا اننا نتغلبوا على هذا الفيروس ورجعنا لحياتنا الطبيعيه، ونتمنى ربي انه يقوينا ويقويكم على اننا نتجاوزوا هذه المحنه هذه اللي عشنا ازيد من سنه. كيظهر لي بانه فرج الله قريب، يعني اصعب مكان كيظهر داز ان شاء الله الخير في القادم من الايام، في القليل من الايام القادمه ان شاء الله باذن الله غادي يكون خير. مشكوره جزيل الشكر الدكتوره نزهه نظيف، طبيبه رئيسيه بمركز الصحي قريه الجامعه بن مسيك، وطبيبه المشرفه على نقطه التلقيح بالقاعه المغطاه جوادي، على المشاركه الطيبه وشكرا جزيلا لك. الله يخطيك، بارك الله فيك. شكرا لكم، شكرا للمستمعين. الله يطول عمرك. ختاما مشاهدينا، لقاءنا اليوم كان لقاء توضيحي، لقاء اللي من خلاله نغسلوا بعض الشوائب اللي للاسف بعض الناس كتمسك بها. برنامجنا كيف ما كنعرفوا هو برنامج اللي كيتبث عبر صفحه الفيسبوك الخاصه بميد راديو، صفحه الفيسبوك الخاصه بموقع لالا بلوس وموقع لالا بلوس، كنكونوا اقرب في التواصل، اقرب في التعليق، واقرب في طرح الاسئله. وهذا الشيء علاش اليوم حاولنا اننا نجاوبوا على الاسئله، على الاشاعات، على مجموعه من الامور اللي كتم الاشاره لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصفه عامه وعبر الانترنت بصفه عامه. ولكن الاساسي في الامر هو انه اليوم بغض النظر على جميع الافكار السوداويه، اليوم الرساله كانت واضحه وانسانيا كيخصنا اليوم ناخذوا القرار السليم باننا نتجهوا بطبيعه الحال لمراكز التلقيح وناخذوا الجرعه ديالنا حسب طبيعه الحال التراتبيه اللي غدا بها العمليه ديال التلقيح. اكيد انه كلنا طبيعه الحال شعارنا واحد وكيجمعنا شعار واحد اللي هو الله الوطن الملك، وكنظهر بانه صاحب الجلاله الملك محمد السادس كان صريح برساله مباشره وبدعم وبرعايه ساميه بطبيعه الحال اللي عرفتها هاد العمليه ديال التلقيح، واللي عرفتها بطبيعه الحال المباحثات والاتفاقيات اللي تم امضائها باش يكون المغرب من ضمن الدول الاولى اللي استفد من التلقيح. وخير رساله مباشره قام بها راعي البلاد بطبيعه الحال صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله واياده هي عمليه التلقيح ديالو بشكل مباشر، وكان التركيز في الفيديو اللي حرك مشاعر المغاربه كامله كان التركيز على كيفاش تخاد التلقيح وطريقه باش تخاد التلقيح، وكامضاء مباشر على انه التلقيح امن وسليم وفعال باذن الله. طبيعه الحال الاشاعات اللي طرت حول الموضوع كتبقى مجرد اشاعات. اليوم ممكن الناس اللي السن ديالهم فوق من 75 سنه، الناس اللي في الصفوف الاماميه بطبيعه الحال يمكن لهم انهم ياخذوا الجرعه ديالهم، وحنا بكل حماس كنتظروا الموعد ديالنا وكنتظروا الفرصه ديالنا في القادم الايام، لانه اليوم الرساله اللي كتوضح من خلال هذه العمليه هي رساله انسانيه. كنعتقد الناس اللي اكثر
عرضة وأكثر عرضة للمضاعفات ديال المرض وأكثر تواصل مع الناس بطبيعة الحال. إذن هنا كيحضر المبدأ الإنساني أكثر منه المبدأ الشخصي أو لا الفردي. فبالتالي كيف ما تعودنا كمغاربة دائما اليد في اليد باش نتجاوزوا جميع الأزمات، ما كاينش الشارع أو لا الحي أو لا الدرب في المغربي اللي ما تلقاوش فيه التآزر ديال الجيران مع بعضهم والتآزر ديال المغاربة مع بعضهم، وأحيانا حتى بعض الأمور اللي كتهم يعني أشخاص بصفة عامة كتلقى الجميع متضامن والجميع متكافل والجميع كيقدم يد العون. فاليوم حنا محتاجين أننا نتضامنوا ونتكافلوا ونديروا يدينا في بعضياتنا باش نتجاوزوا هذه المرحلة الصعيبة اللي دزنا منها جميع. اللقاح هو الحل، واخا اللقاح مازال حنا خاصنا نستمروا بالإجراءات الاحترازية اللي هي التباعد الاجتماعي، نعقموا يدينا ونغسلوا يدينا بطبيعة الحال على الأقل كل 30 دقيقة، وبطبيعة الحال نديروا الكمامة ديالنا. حنا اليوم ما كنقولوش الناس يتوقفوا على مسار الحياة أو أنهم يمارسوش الأنشطة ديالهم، ولكن حذاري مازال خاصنا نتعاملوا بحذر ونعرفوا راسنا شنو كنديروا ونعرفوا راسنا كيفاش نحميو نفوسنا من هذا الفيروس وكيفاش نحميو وليداتنا. وان شاء الله مرحله وهي دايزه وبطبيعه الحال كتاكد القوه ديال المغاربه والتضامن والتكافل والترابط اللي كاين ما بين المغاربه. كنشكر جزيل الشكر هشام ابو زروان رافقنا اليوم في الاخراج، وكنشكر ايضا ضيفتي الكريمه مشكوره جزيل الشكر على كل المعلومات اللي تقاسمتها معنا الدكتوره نزهه نظيف. شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعه، اعود والقاكم الاسبوع المقبل في موضوع جديد في نقاش جديد، والواقع هو